السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. انتهت اليوم أولى مباريات الجولة 37 من الدوري الإيطالي. خلينا نتعرف على نتائج مباريات الجولة. زي ما أنت شايف أمامك كده، أتلانتا فاز على بارما 2-1، وإنتر ميلان فاز على نابولي 2-0 اليوم الثلاثاء 28/7/2020. غدا الأربعاء بإذن الله تعالى تستكمل الجولة. خلينا الآن نتعرف على ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين بعد هذه المباريات. ولكن اشترك في القناة، فعل زر الجرس لتعمل لك الفيديو لو أول مرة تجيلنا، واعمل لايك للفيديو لتساعد على انتشار الفيديو. تعرف على ترتيب فرق الدوري الإيطالي. ترتيب فرق الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم الثلاثاء 28/7/2020 في الجولة 37، يوفنتوس المركز الأول ب 83 نقطة، خلاص طبعا فاز باللقب، يعني حتى لو خسر الماتش اللي جاي واللي بعده مفيش مشكلة خالص، هو خلاص كده بطل الدوري الإيطالي. انتر ميلان في المركز الثاني ب 79 نقطة، اتلانتا في المركز الثالث ب 78 نقطة، لاتسيو في المركز الرابع ب 75 نقطة، روما في المركز الخامس ب 64 نقطة، ميلان في المركز السادس ب 60 نقطة، نابولي في المركز السابع ب 59 نقطة، ساسولو في المركز الثامن ب 48 نقطة، هيلاس فيرونا في المركز التاسع ب 46 نقطة، بولونيا في المركز العاشر ب 46 نقطة، بارما في المركز الحادي عشر ب 46 نقطة، فيورنتينا في المركز الثاني عشر ب 43 نقطة، اودونيزي في المركز الثالث عشر ب 42 نقطة، كالياري في المركز الرابع عشر ب 42 نقطة، سامبدوريا في المركز الخامس عشر ب 41 نقطة، تورينو في المركز السادس عشر ب 39 نقطة، جنوا في المركز السابع عشر ب 36 نقطة، ليتشي في المركز الثامن عشر ب 32 نقطة، بريشيا مركز التاسع عشر ب 24 نقطة، سبال في المركز العشرين والأخير ب 20 نقطة. واضح إن يوفنتوس خلاص طبعا دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا، اتلانتا دوري ابطال اوروبا، ولاتسيو دوري ابطال اوروبا. الاربعه دول خلاص تاهلوا لدوري ابطال اوروبا، مهما كان مين الاول مين الثاني مين الثالث مين الرابع. روما الدوري الاوروبي احتمال كبير جدا الدوري الاوروبي، ميلان كذلك الدوري الاوروبي، اما نابولي فمش عارفين مش متاكدين قوي، ممكن الدوري الاوروبي احتمال برضو. متابعي الكرام نشوف ترتيب الهدافين. في المركز الاول في ترتيب الهدافين شيرو ايموبيلي لاعب لاتسيو ب 34 هدف، المركز الثاني كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ب 31 هدف، المركز الثالث روميلو لوكاكو لاعب انتر ميلان ب 23 هدف، المركز الرابع فرانشيسكو كابوتو لاعب ساسولو ب 19 هدف، وفي المركز الخامس دوفان زاباتا لاعب اتلانتا ب 18 هدف، وجواو بيدرو لاعب كلياري، ومورييل لاعب اتلانتا، وفي المركز السادس اندريا بيلوتي لاعب تورينو ب 15 هدف، وايدن جيكو لاعب روما، ويوسيب اليتشيتش لاعب اتلانتا، في المركز السابع لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان ب 14 هدف، المركز الثامن دومونيكو براردي لاعب ساسولو ب 13 هدف، وماركو مانكوسو لاعب ليتشي، وفي المركز التاسع اندريا بيتانيا لاعب سبال ب 12 هدف، وكذلك في المركز العاشر اندرياس كورونيوليوس لاعب بارما ب 11 هدف، واركاديوس ميليك لاعب نابولي، وريبيتش لاعب ميلان، وفابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا، وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس، وجيوفاني سيميوني لاعب كيلياري. متابعي الكرام كان معكم محمد نور الدين من قناه معلومه مفيده، قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري الايطالي وترتيب الهدافين والفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا وللدوري الأوروبي، ذلك بعد انتهاء مش انتهاء عذرا ذلك بعد بداية الجولة 37 اليوم الثلاثاء 28/7/2020. اشترك في القناة وفعل زر الجرس لتعمل لك الفيديو، وغدا ترتيب جديد للدوري الإيطالي بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.